بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كيتواجد معنا ضيف اللي هو رئيس نادي الرجاء البيضاوي لألعاب القوى، وفي نفس الوقت هو رئيس العصبة جهة الدار البيضاء الكبرى. اليوم غيكون عندنا ثلاثة المحاور مع سي الضيف ديالنا اللي هو سي حسن السنيني. كنرحبوا بسي حسن، مرحبا بك عندنا في أنفاس تي في. ونبداو معك المحور الاول اللي هو نادي الرجاء البيضاوي اللي كتنتمي ليه، انت رئيس ديالو وانت ميتيلو انت كعداء قبل ما تكون كاع رئيس ديال النادي. شكرا اولا على الاستضافه لاباج انفاس اللي تحتنا الفرصه اليوم، على اساس اننا نعرفوا بنادي الرجاء الرياضي وكذلك بالعمل اللي كتقوم به عصبه جهه الدار البيضاء الكبرى لألعاب القوى على الصعيد الجهوي. فكما قلت سي قرارة بانه قبل ما نكون مسؤول داخل الرجاء دزنا في المراحل ديال كعداء كمدرب، ثم كمسؤول داخل المكتب المسير، والان شاد المشعل ديال الرئاسه اللي نتمنى انه في القريب ان شاء الله نعاود ندوزو الشهيد او لو تيموان للجينيراسيون الاخرى. هذا نادي الرجاء الرياضي تاسس في 1967 من طرف المرحوم التباري، وكذلك كان معاه المرحوم عبد الرحمن المذكوري اللي داز رئيس الجامعه، بالاضافه للمرحوم بشعيب المعاشي اللي كان توا استاذ ديال التربيه البدنيه في ليسي مولاي ادريس، وكان عداء دولي كان الرقم ديالو ما تحطم الا في السنوات ديال التسعينات من طرف غزلات عمر. هذا النادي هذا كيتميز اولا بالاطور ديالو اللي كتنتمي لاسره التعليم وقطاع الشباب والرياضه، يعني انه جميع الرؤساء اللي تواكبوا على نادي الرجاء الرياضي كانوا كيشرطوا على الممارسه والتربيه، كان تتبع ديال العداء في المجال ديالو الدراسي، وخير دليل على انه عده ابطال اللي دازوا من نادي الرجاء الرياضي حقوا الهدفين بجوج، لا الدراسي ديالهم ولا كذلك الهدف الرياضي. اليوم حاليا الى نفتح اللائحه ديال العدائين الدوليين اللي دازوا في نادي الرجاء ما يسعنيش الوقت ديال ساعه ولا ساعتين تما كانوا، ويمكن لي ننسى دازوا عندنا ابطال الحمد لله اللي لعبوا لي جيز اولمبيك، اللي لعبوا شامبيون دي موند. وحاليا الرجاء كيتوفر على ازيد من 400 ممارس، واحد 80% من الفئات الناشئه، يعني انهم اللي كنقوموا بعمليه تنقيب داخل المؤسسات التعليميه، كنديروا شراكه مع المؤسسات التعليميه عبر تراب الجهه ديال الدار البيضاء. عندنا ابطال سابقين اللي اليوم في مهمه ديال التربيه والتعليم، اللي كيكونوا دي زونتين ديالنا، على اساس انه في عمليه تنقيب الابطال اللي كيكونوا كيجيبوهم ينخرطوا معنا في داخل النادي. الوضع ديال داخل الرجاء تغيير، هذه واحد ثلاث سنوات او اربع بعد ما تفعلت قانون التربيه البدنيه 30/09، ومع الاسف تخدى هذا القانون بواحد نظره اخرى ديال عوض ما نحافظوا على الاسره ديال الرجاء. فاليوم ولات واحد الموضه جديده ديال نادي احادي النشاط او فرع احادي النشاط، كان مع الاسف فرع كره القدم هو اللي خدا البادره، على اساس كان ضغط من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش انه نمشيو للشركه الرياضيه، وكان عندنا عده مشاكل في ذاك المكتب المديري مع المجلس الاداري، كانوا جوج مكاتب، وهذا اللي خلق واحد التفرقه داخل الفروع. بعد ما تسلمنا ديك الهبه الملكيه ديال الاكاديميه بعد اللقاء اللي قام به نادي الرجاء في نهايه كاس العالم للانديه، توصلنا بواحد سبعه القطارات على اساس انها تكون لجميع الفروع، استغلها في فرع كره القدم ومن حقه لان هذاك منتوج ديالو. باش نرجعوا لالعاب القوى، كاين تاثير ديال هذه المشاكل هذه على ماشي على فرع العاب القوى، ولكن على جميع الفروع، على اساس انه عندنا لوغو واحد وعندنا اسميه واحده، ولكن ما عندناش اسره ديال نادي الرجاء الرياضي. كان للاسف خدينا غير المساله اللي ما غاديش تنفع النادي من هذاك قانون التربيه البدنيه، رغم انه ذاك قانون التربيه البدنيه هو صحي ومهم للنادي ككل. هو تينص على انه اللي كان عنده مكتب مديري ولكن نادي متعدد الفروع يبقى في ذاك المجال.
كرة القدم شاف شوف أخرى، ولكن اليوم كان عانيو أولا الضرب ده من البنية التحتية، هذا تأثر علينا كنادي الرجاء الرياضي كباقي الأندية اللي كاينة كتواجد بالضرب ده، لأنه كتعرفوا الحالة ديال لاكازا مونكيزا ديال 14 سنة وهي مقفولة، وكان هذاك هو المركز ديالنا، هذاك هو اللي عطينا فيه ابطال. المقر الاول ديال الرجاء كانوا في كازابلانكا، ماشي جميع الفرق، اغلبيه الفرق نادي نجم الشباب، الروك، السي ام سي، كاع الانديه ديال الدار البيضاء كانت في كازابلانكا، لان كنقولوا لها المعلمه الرياضيه منها تلقات نوال، جا سعيد عويطه تما حتى هو دار التدريب ديالو، فكيظهر لي بانه كنعاني من البنيه التحتيه لا كازا بلانكيز، كذلك الملعب ديال بورغون اللي انه طبق لنا لو سيستيم سيغما، خصك تخلص الواجب باش تدرب. الدار البيضاء فيها 34 نادي، ما عندناش ملعب قار للالعاب الخيوة باستثناء البادرة اللي خدا عامل صاحب جلالة على عمالة عين السبع المحمدي، يحيى المحمدي، اللي وفر لنا واحد الحالة مطاطية من الطراز الرفيع في القريب العاجل غادي يتم التدشين ديالها باش يستافدوا من الأندية، وغادي نفتحوا مجال مع وهذا المحور هذا نقدروا نذكروا عليه في العصبة. ما الإيجابي اللي عندنا هو عندنا أبطال عندنا عداء داخل النادي الرجاء الرياضي اليوم كيحقق 45 ثانية و71 جزء من المئة في 400 متر، هو رقم قريب للمينيمال ديال الجيوز الأولمبيك، وهذا هو الأوبجيكتيف اللي عنده هذه السنة. واليوم رافت ربوس خارج مدينة الدار البيضاء بمعية واحد أربعة العدائين، هذا الرقم هذا ما تجراش منذ 1992، داروا الحلو بن يونس أتذكر، وكان هو الرقم القياسي الوطني. كذلك عندنا واحد 8 ولا 10 العدائين، منهم جوج وليدات كتعرف الاب ديالهم هو عزيز عبد المولى، الاستاذ ديال التربيه والتعليم كذلك، والبطل السابق عندنا نادي الوداد 400 متر حواجز، اعطانا تبارك الله ثلاثه الوليدات، جوج وليدات وبنيه، واليوم عندنا ولد وبنيه اللي تما ابطال المغرب محققين ارقام جيده. اللائحه طويله باش نسردها ديال العدائين الحاليين هذا الموسم هذا، غير اللي كاين هو انه كنتمنى انه في القريب العاجل ان شاء الله، هذا بغض النظر على اننا كنعاني واحد المشكل وهذه السلبيات ديال ما جاء في القانون التربيه 3009، هو انه الناس تحايلوا وبغى يخلقوا فرع اخر بتعيين من طرف المكتب المديري، ولكن ضيعنا الوقت السي قرار، مشينا للقضاء ونصفنا القضاء، ولكن ضيع علينا واحد الموسم رياضي كامل، لدرجة أنه اليوم كنعانيو فيزافي الجامعة على أساس أنه الوضعية ديالنا بقى مقلقة شيئا ما. سي حسن، عندي واحد السؤال، هو في ظل هذه الجائحة كيفاش كانت الاستمرارية ديال العدائين اللي سواء تابع لفريق الرجاء أو لأي فريق هنا في المغرب، وفي ظل أن المشكل الكبير اللي كاين هنا في مدينة الدار البيضاء هو أن كاين ملعب واحد هو بورغون هو اللي بقى حاليا الآن، لأن كازابلانكيز مسدودة. بورغون انا كيطالب منكم واحد النوع ديال الاداء اللي خصكم تعطوه لكل عداء، لان بالنسبه للوزاره مخصصه كل ممر خص تخلص عليه العداء، هذا هو القانون اللي حاليا. غير انا كنطلب منك في هذه الجائحه كيفاش كانت الاستمراريه ديالكم بالنسبه للعدائين؟ هو الدوريه ديال وزير الداخليه كانت واضحه، ومع الاسف طبقات على مدينه الدار البيضاء بالخصوص. احنا احترمنا الدوريه، ما كاينش ملاعب اللي مفتوحين من غير لاكازا بلونكيز اللي قلنا الوضع ديالها اليوم راه في تهيئه جديده، الملعب ديال الزاولي اللي باقي ما تسلمناش بالاضافه لمركز بورغون، وكاين واحد الملعب اخر في مولاي رشيد اللي تابع للجماعه، هو يمنع يمنع كليا على انه على اساس تكون تدريب. العدائين ديالنا كاين اللي درب في الدار ديالو باش نكون واضحين، كاين اللي كان تيدير دي فوتينغ وكيدير دي سيونس سبرينت ولا هذا، ولكن تو سكي تكنيك كان يستحيل. وخير دليل على ذلك انه هذه واحد 15 يوم باش العدائين ديالنا كيتواجدوا بواحد المدينه في جنوب المغرب بلا ما نقولوا الاسم ديالها، لان باش ما يمشيوش يردوهم لنا، لان اليوم شنو الهدف ديالنا اليوم هو انهم بغيناهم يمشيو يحسنوا الارقام ديالهم. هذا العام كاين لا سيزون اولمبيك، عندنا واحد البطل اللي بغيناه يكون يشارك في الالعاب الاولمبيه، رغم انه ما كيتوفروش على رخص، الجامعه منعنا من الرخص، تقول تيحلوا المشكل ديال القضاء. نرجعوا لهذه النقطه، هي مهمه عندنا بطل
اللي رفضات الجامعة العام الماضي أنه يلعب في البطولة الألعاب الأفريقية، ولكن رب ضرة نافعة معه ومع ذلك المال بويان عنده واحد لعها، شارك في بطولة العالم بقطر وربح ميدالية ذهبية، ودابا مؤهل الأولمبياد ديال طوكيو، على أساس غادي يمثل نادي الرجاء ويمثل المغرب في 400 متر، وعنده حظوظ أنه يكون في منصة التتويج إن شاء الله. الداعين دابا كيسون ستاج بريزون شارج من طرف النادي، على أساس أنه بغينا نسوقوا المنتوج ديالنا رغم الاضطهاد ورغم هذه المشاكل. فالرياضة كتبقى داخل الملعب، نختلفوا نمشي ولا الإدارة، النتائج الصورة الحقيقية ديال أي جمعية وأي نادي. وهذا فاليوم حنا مجبرين على أساس أنه نقاوموا. أنا كنقول لك سي الحاج بأننا خصنا نقاوموا، والمقاومة في الرياضة راه هي كتدفع نقاوموا باش هذوك الوليدات نوصلوهم ذاك المستوى اللي بغاو بالإمكانيات ديالنا، على أساس أنه ديك الصورة بغينا الناس المسؤولين يغيروا النظرة على نادي الرجاء الرياضي. هو نادي ديال الأبطال. أنا من تنقول لك اللي أسس النادي كانوا ناس عندهم قوة في التدبير، من تنقول التباري الله يرحمه كان نقابي كبير، المذكوري كان أستاذ مفتيش وخير سابق على مدينة الدار البيضاء وعلى المغرب كله، لأنه كان في مديرية الرياضات. المعاشي الله يرحمه رجل التربية هو اللي ربنا بهذا السيستم باش غادي حنا دابا داك الشيء هذا. فالمشعل ديال وخدينا لو تيموا بقينا سايرين في هذا الإطار هذا. الصورة الحقيقية ديال أي نادي أي جمعية هي ماشي أنه كثرة الاجتماعات وكثرة هذا، ولكن هي النتائج اللي كتبغي توصل بها الوليدات. الا نسال ديك اللائحه ديال العدائين اللي شاركوا في بطوله افريقيا واللي شاركوا في بطوله العالم، وهذا رغم انه الدور ديال النادي ماشي هو انني نعطيك بطل العالم ولا بطل اولمبي. النادي الى مع دو سيستيم سكولار وانت راك عارف واسي الحاج وداك الشيء هذا وترونسبور وهذا صعوبات كثيره، صعوبات كثيره راه الانسان راه كنعانيو مع الوليدات وداك الشيء هذا، وتيكون التضحيه ديال ما نساوش التضحيه ديال الاطر التقنيه، لاني نوجه لهم تحيه ماشي غير ديال الرجاء ولكن ديال جميع الانديه، لان كيقوم بواحد العمل جبار تقريبا بينيفولا سي الحاج، لان تعطي واحد المبلغ رمزي وعلى بقي وما عندهاش مداخيل، لان حنا كنسجلوا كباقي الانديه كنسجلوا بالمجان، وهذاك الوليد ملي كيجي وكيكون فيه شويه ديال الضو هذا راه كنعطيو ليكيبمون وكنديروا لاسيرونس وكيبدا يسافر على برا وكيبدا يعرف المحيط ديال المدينه ديالو، وهذا كنلعبوا ذاك الجانب الايجابي الاجتماعي كنساهموا فيه. رغم انه كاين واحد القوس هنا، المجالس المنتخبه ما كتسايرش، الطموحات ديال الجمعيات والطموحات ديال الانديه. الا نقول لك بعض المرات المنحه كتجي في 10,000 درهم في العام، عندك 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 تقريبا ما تساويش تنقل من مدينه لمدينه كاين 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 اشكال، كاين صعوبات كاين اشكال. سي حسن، هاد النقطه اللي غادي نتكلم معك عليها اللي هو العنصر النسوي، انه دائما الفرق كتهيئ العدائين او العداءات ديالو باش يولجوا للفريق الوطني يمثلوا المغرب احسن تمثيل. انا يصعب عليا باش نذكر الاسماء كلها، إلا بدينا بنوال، فاطمة عوام الله يرحمها، سعاد مالوسي، مسكاوي، حبيبة، واحد المجموعة أنا كنستسمع إلا ما ذكرتش كل شيء. حاليا كنلاحظ بأن العنصر النسوي كيغيب بزاف، من آخر ما كاين هو وعزيز ولا بدوان آخر ما كاين اللي توجوا لا في بطولة العالم أو لا في العالم الأولمبية، ولكن حاليا العنصر النسوي كيغيب بزاف عاد الصعيد العام. على الصعيد العام انا كنقول ان الفرق هي اللي كتغذي الفريق الوطني. هو بالفعل دابا الفرق كاين مشكل في العنصر النسوي، حتى الفريق الوطني كيتاثر بهذا العمل، لان هذه الفرق هي اللي كتحضر لنا هاد العدائين باش يولجوا للملتقيات الكبيره عن طريق الفريق الوطني او المشاركات داخل القاره باش يولجوا يمشوا للعالم الاولمبي ولا لبطوله العالم. ومن غادي نجيو للمحور الثالث ديال الجامعه، هو كاين تراجع على بالنسبه للذكور ولا الاناث. اليوم رباب العرافي في 1500 وفي 800 فرضة كانت ذات الرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، وهي رتبة جد إيجابية، لأن هذا هو نقولوا أسوأ ترتيب هو الرتبة الرابعة، ما أنت في البوديوم ما أنت في هو كاين إشكال بعد، لأن تشخيص هي معضلة بالنسبة لنا. كنجيبوا فتيات
اللي كيجيو صغار السن في الفئه العمريه الناشئه كيدوزوا معك المرحله ديال دي بنجاما مينيم كاديت جينيور كيبداو يقلالوا ويغبروا لان مشكل اجتماعي البنت غير كتكبر شويه كدير هذا يا اما التتبع ديال الدراسه ديالها ما يمشي واما كيمشي للزواج ولا هذا وخاصه لان اليوم باش نكون واضحين اليوم ذاك الوازوغ اللي كنقلبوا عليه راه ما غاديش نلقاو في مدينه كبيره راه غادي نلقاو في المداشير وفي القرى نلقاو في المدن الصغار ونلقاو المدن اللي التركيبه ديالها الجيولوجيه والاجتماعيه وهذا تخطيك بطل ملي نقول لك خنيفران نقول لك والماس نقول لك خميسات نقول لك المناطق اللي نقول لك ورزازات مناطق اللي الجو ديالها وما نساوش راه اغلبيه الابطال الاولمبيين راه عندنا من فاس من النواحي ديالها فلقينا من التشخيص لقينا بان اما تكون المراجعه ديال الاعمار السنيه ديال الفئات العمريه ديال هاد البنيات هادو واما تكون تحفيز اكبر لان الوقت اللي كيكون تحفيز فكاين مراكز جهويه دابا وقع لنا خلل ما بين النادي وما المركز الجهوي بعض الاحيان كيجي الحاج قراره كمدرب داخل النادي وكينتج لنا واحد ثلاثه البطلات ولا اربعه اللي قراب للمينيما كيمشيو للمركز الجهوي ما كيمشيش معاهم المدرب ديالهم اللي غادي يواكب معاهم ولا يبقاو هما هنا وتابعين لذاك المركز ولا تابعين للمنتخب ويبقاو هو كومونتين لهنايا ويتحفزوا دوك العدائين في الترونسبور في ليكيبمون في هذا ويتحفز المدرب ديالهم هنا ربما تبقى الاستمراريه ديال هذا ملي كتجيب بنيه كيجيبها الحاج قراره كمدرب مثلا ولا زيد كيجيب لك واحد البنيه عندها 11 سنه كيوصلت 19 سنه او 20 سنه 10 سنين هو معها كيولي كيشوف اكثر من باها كيواكب معها الدراسه ديالها وهذا والتطبيب ديالها وكاع التدريب والمسائل هذا ولي فواياج ديالها وكنجيو كنهزوها نديوها لواحد المركز فتا داك المحيط الجديد ديالها وداك الشيء هذا ربما كاين كيسيرش معها وكيكون اما تراجع بسيكولوجي ديال ديك البنيه ولا هذا وبعض المرات تكون ذريعه ديال انه غنمشي نفكر في مستقبلي في الزواج في هذا ولا شنو هو وكيكون الارقام مخيفه لانه علاش هو مزيان طرحتي هذا السؤال لان كانت عندنا نسبه مئويه كبيره حتى داخل النادي كانت عندنا كنفكروا ديما واحد المقارنه ديال 50-50% ما بين الاناث والذكور كنعطيو المجال انه وكنعقل انا الفريق الوطني ديال الاناث في العدو الريفي كان تيتشكل واحد 70% من نادي الرجاء الرياضي لانه كان الاهتمام كبير بالعنصر النسوي وكذلك بهذا النوع ديال العدو الريفي فاليوم بعد السياسه ديال المراكز الجهويه والمدربين ديال المراكز تيتوما انهم متابعين بالنتائج كيقلبوا على بطلات وابطال من الانديه كيدر ليا الا فكرنا انه اللي نتج لنا بطل جوج انه يواكب معاه ويستمر معاه غادي نتجاوزوا هاد المعضلات ان شاء الله.